مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج جلسه. في هذا البرنامج غادي نتكلموا على المنتخب الوطني لكره القدم اللي غادي يشارك في كان 2019 في مصر ان شاء الله الرحمن الرحيم. والفريق فيه الان 27 لاعب اللي كيخضعوا لواحد التربص طبعا تحت اشراف الناخب الوطني رونار، ولكن اللائحه ما تبقى فيها 27، غنبقاو فيها غير 23 و4 غادي يمشيو. اذا في هذه الحلقه غادي نحاولوا نعرفوا شكون هاد اربعه اللاعبين اللي غادي يمشيو وكيفاش غادي تكون التشكيله وكيفاش غادي يلعب الفريق الوطني. طبعا حنا كما كتلاحظوا حنا مستضيفين اللاعب بدر بندحة من الاتحاد الرياضي الاسلامي الوجدي من مواليد سنه 2002، وحنا بغينا اننا نفتحوا على الشباب ونسمعوا الصوت ديالهم، لان كنشوفوا دائما حنا في مثل هذه الحلقات كتصادفوا مؤطرين وتقنيين عندهم تجربه في هذا الميدان، ولكن بغينا نسمعوا صوت الشباب. بدر مرحبا بك. شكرا. ميرسي. اذا كما كتشوف هنا بلي عنده فريق وطني الان عنده 27 لاعب، بالنسبه لك شكون هما الاربعه اللاعبين اللي ممكن انهم غادي يغادروا المنتخب الوطني؟ اول حاجه بلي كاع 27 جوار اللي كاينين كاملين يستحقوا يكونوا في المنتخب، وتبارك الله عليهم كاملين دايرين بلاصتهم في الانديه ديالهم. نبداو بالغارديان اللي كنشوف بلي انا زنيتي الغارديان تاع الرجاء يقدر يكون هو اللي يقدر يخرج. هو ماشي تقليل منه، ولكن هو غارديان مزيان، لعب مع المغرب محليا في كوب دافريك، دار بون كوب دافريك. كنشوف بلي كان طواغاديان بونو محمدي وتقناوتي، كنشوف بلي ثلاثه كافيين، كنشوف بلي زنيتي يقدر يخرج. غير بالنسبه لزنيتي راه غير هو مؤخرا التحق بالفريق الوطني لانه كان الحارس ديال بركان هو اللي كان مستدعي، ولكن اصيب في اثناء التدريب واستدعاوه. طبعا كما قلت انت بالنسبه للاعبين هما كلهم 27 غادي يعني يستاهلوا يكونوا في الفريق الوطني، ولكن بالنسبه للناخب الوطني اعطى راسه فرص باش يشوف الاحسن، لان كاين الحسن وكاين الاحسن، ومن الاحسن راه كاين الاحسن. اذا بالنسبه لانس الزنيتي هو اللي غيمكن نطبق عليه ديك الفكره ديال انه كيستدعيهم الناخب الوطني باش يهيئهم للمقابلات الجايه، يعني باش كيعيط واحد المجموعه من اللاعبين باش يحصل انسجام اكثر مع بعض، وحدين كيهيئهم للتظاهره اللي جايه، ومن بعد وحدين كيهيئهم للبعد. نعم. بالنسبه للهجوم مشي كان ايوب الكعبي قد نقول هو المرشح باش يمشي، لقاش كان ترو افون سونتر، كان حمد الله، كان يوسف الناصري، وكان بوطيب. كنشوف بلي عاوتاني ثلاثه كافيين وقد يلعبوا بثلاثه، كنشوف بلي ايوب الكعبي هو المرشح باش يخرج. ولكن حتى هو في هذا الموسم دار موسم مزيان مع الفريق ديالو في الصين، دار بلاصتو تما وكاينه كلمتو، تبارك الله على الهلال. كنشوف بلي قد هو يكون قد يخرج. طبعا حنا كنعرفوا بان كما قلت قبيله بانه 27 لاعب راهم فعلا كلهم في مستوى يستاهلوا يكونوا في فريق وطني، ولكن بالنسبه للناخب الوطني عطى لنفسه واحد متسع من الحظوظ ولا من لي شونس باش انه يجرب كاع اللاعبين اللي كاينين باش يشوف شكون اللي جاهزيه. وطبعا كتكون الجاهزيه البدنيه والجاهزيه الذهنيه والجاهزيه حتى النفسيه، راه كيمكن النفسي حنا ما كنشوفوش. وطبعا حنا بالنسبه للناخب الوطني رونار هو اللي قرب دابا اللاعبين، هو اللي غادي يقدر يقول شكون هاد الاربعه اللي غادي يمشيو، ولكن حنا غير على حسب المعطيات اللي عندنا. توقعات انا يقدر ما يكونش كاع هاد الاربعه اللي نقدر نقولهم، وقد يفاجئنا يقدر يدخل شي اربعه يخرج اربعه واحد اخرين. وثالث لاعب نقول عبد الكريم بعدي، لاعب تاع حسن اكادير اللي يطلب باش يزيد له الثقه في النفس، لقاش هو لاعب مزيان كيلعب اريال كوش، يلعب مخير. كنشوف باللي كاين الا لعب حكيمي وتضرب ولا كان رومبلاسو ديالو اللي هو يقدر يلعب مزراوي ويقدر يلعب حتى سيس اللي يلعب في قالب بوست تقريبا، يعني جوكر يلعب سيس، يلعب سانك كات، والطروا يلعب مخير، يعني يلعب مخير يقدر يكون هو رومبلاسو نتاع حكيم. اذا بالفعل احنا كنلاحظوا في اللائحه على انه الناخب الوطني كيعطي لنفسه واحد المتسع كما نقولوا من الفرص، ما كيخليش راسو مضيق، كيبغي هو اللاعبين اللي كيكون اللاعب اللي كيلعب في مراكز كثيره. اذا بالنسبه للدفاع شكون اللي كيلعب في مراكز يعني متعدده؟
مثلا خدينا مزراو كان مزراو يلعب دو غادي يضربو ويلي باري غوش ويلي ستوب ويقدر يلعب تاكاسر بلاصه حمادي وبالنسبه لكما قلتو سايس سايس هو يلعب ستوبر كاسر ويلعب تاكاسر بلاصه حكيم اذا فهاد الاحتمال هذا كتشوف بانه بعد هو اللي غادي يمشي نعم ونشوف باللي تا امين حارس اللي مؤخرا كان خرج اشاعات انه اني مارس العلاقه ديالو مع الناخب الوطني فيرونا مارس مزيان ولكن يعني كان مزيان خرج حتى هو تصريح في مواقع التواصل الاجتماعي قال لهم يعني راني يعني مزيان البركه ما تكثر التفاهات ديالكم وداك الشيء كنشوف باللي هو اللي يقدر يخرج اولا نناقش العام ديالو كان فيه بزاف الاضطرابات كان واحد ما كانش العلاقه ديالو مزيانه مع الفريق ديالو شالك ما كانش مزيان ما كانش يلعب بزاف كان حتى شي مرات في الكاس كان عيط اللعابه من لاسبوار يطلعهم وما يلعبش امين حارث لهذا قد نشوف بلي امين حارث ما قدش يلعب وكاين حتى اللعب ديالو قريب البوفال واسامه الادريسي يعني كاين في تدارك بانه اربعه اللي غادي يمشيو هما كريم الفاحدي وانس الزنيتي وايوب الكعبي وامين حارث الان بالنسبه للتشكيله المتوقعه كتوقع انت باش يدخل بها الناخب الوطني في المقابله الرسميه كم غارديان دو بيتي قد يلعب بونو ولا محمدي كيجو يعني بجوجهم غاردياناس بخيرين بونو دار موسم رائع بخير بزاف حتى بالنسبه للاحصائيات بانه هو اللي كان عنده اكبر عدد ديال التصديات بونو يعني غارديان بخير دار موسم رائع انا شخصيا على بونو كيذكرني بالزكي باكا بالوقفه ديال الزكي بالحركه ديال الزكي بالخفه ديالو برده الفعل ديالو في الدفاع في سنترال يلعب بناطيه خبره كابيتان ويقدر يلعب حدا اما داكوستا اما سيس وانا نفضل الكوديفوار يلعب داكوستا يعني الوقفه ديالو وفي اللعب ديالو يصلح ضد الكوديفوار احسن من سيس واريضاوا مزراوي في كاع الاحصائيات ديالو ديال هذا العام متفوق على ديره من غير يمكن في الاتاك اللي متقاربين مزراوي دار موسم رائع مع اجاكس في دوري ابطال اوروبا وتا فمي كيلعب قد يلعب مع زياش الليم لما زياش الليم يقدر يتفاهموا بجوج واريال غوش حكيمي الا كان مزيان بلاسي يقدر يلعب قد ما يلعبش بالفعل حكيمي كتر مساله ديال الوضعيه الصحيه ديالو ما نعرفوش راه رجع اللياقه ديالو البدنيه ولكن في حاله انه مثلا لعب مقابله مثلا بدا مقابله وحس بواحد العياء شكون يمكن انه غادي يعوضو اما سيس اما يدخل مزرعه يعني اما سيس اما مزرعه اذا فتح المزرعه ولا كان على اليمين راه سيس هو اللي هذه وكم ستوب بور كم كاسر احمدي احمدي الخبره واخا كاين ايت بن ناصر وبربيعه ايت بن ناصر وبربيعه بجوجهم داروا موسم رائع بربيعة مع صوصولو وايت بن ناصر مع سانتيتيان داروا موسم زين غير هما نقصهم شويه الاكسبيريونس احمدي عنده وزياده عاوتاني واحد العامل اخر هو ديال الانسجام ديال الفريق احمدي منسجم مع احمدي راه بيليه من لي بيلي ديال المنتخب وفي ميلي التيران اللي مع احمدي نشوف بالهنده وزياش بالهنده على اليسار وزياش على اليمين بالهنده لحقاش دار موسم عاوتاني زين مع غلطة صراي اللي دا معهم لاكوب يعني كنشوف باللي هو خصو يلعب هنا كنلاحظوا بوصوفة واه بوصوفة كبر في السن وتا هاد العام ما يعني ما دار شي حاجة يعني تذكر واخا انه هادي اللي ضد الكو ديفوار لي قاصحين الاخر هو واخا عنده كنيتو عطاي شوية صغيرة والاخر ما كنشوف باللي ما ديش قدي خصيطان ولكن بسبب بوصوفة باش نقولها تاريخا هو ظاهرة المنتخب الوطني المغربي يعني اللي لعب مدة سنين وحنا كنسمعوا بوصوفة 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 يعني كان وحافظ على اللياقة البدنية وحافظ على اللعب ديالو وعلى الهدوء ديالو يعني ولكن بحكم يعني يمكن السن يمكن عدد المقابلات يمكن النفسية ديالو كيف جايرة يمكن يكونوا الاخرين جاهزين احسن منه ثبت ان يقد بالهندا متفوق عليه وزياش اللي تختار من تشكيله تاع الشامبيونز ليغ اللي دار احسن موسم تختار احسن لاعب في الدوري الهولندي احسن لاعب في الفرقه تاع اجاكس
يعني قد نقول الستار ديال ليكيب هو زياش. مشيو لاطاك دابا اتاك شوف بتاع الدور الاسر بوفال اللي هاد العام احسن موسم ديالو دار 144 دريبل في فلاليكا تفوق على ميسي تفوق على ميسي ما عرفتش شحال ميسي 134 ولا متفوق بزاف بالفعل لاعب متميز عنده موهبه غير انا شخصيا كنشوفه بحال ما خاصو شي حاجه ماشي من الناحيه التقنيه ولكن خاصو حاجه من الحاله النفسيه كيف كيعطيك واحد الانطباع بانه مراش مرتاح مراش منسجم مراش مزيان واش هذيك هكا غير انطباع تكون ملامح ديالو تكون هكا كلشي داير هكا الطباع ديالو ولكن يمكن خاصو شويه الثقه في النفس ولا خاصو شويه انه تعطالو شويه الصلاحيات فين يمكن يتحرك فاش يبقى فاش يمكن يقدم خدمات اكثر للفريق الوطني الثقه في النفس كنقصد مع ساوثامبتون الفرقه ديالو فاش كنلعب معاهم كان احتياط واخا كان يستاهل يلعب لقاش كانوا يلعبوا الطيوح ممكن يستاهل يلعب قوم هذا العام فاش انتقل سيتافيغو دار موسم زين فاليمن نشوف بلي نوردين مرابط مكافح واه لقاش يعني ما كان ما تقول عليه تبارك الله عليه واقف تكنيك ممخير وقدم موسم زين مع فريق النصر واه ونشوف في افون سنتر الحمد لله جوج حوايج لانه هذا الموسم زين موسم ماشي زين موسم رائع احسن الموسم ديالو وثاني لحقاش كان مرابط كيتفاهموا بجوج نفس الفرقه داروا هما بجوجهم واحد خلقوا واحد الثنائي زين اللي تشهروا هذا العام في السعوديه وفي العالم كانوا تشهروا بلي ثنائي زين وتبارك الله عليهم كامل بجوجهم واقفين استاهلوا اللعب بالفعل هو حمد الله راه يعني لاعب متالق من للسنوات غير هو ما بالنسبه لي ما خدش حقه والان تحت الفرصه باش يبرز وكل شيء كيقول بانه هو اللي غادي يلعب يعني رغم انه في الفريق الثاني سبقوا بوطياب وسبقوا ايوب الكعبي ونصيري الان كنشوف كل شيء كيقول بانه الحمد لله لانه كيتوفر على واحد الكاريزما وكذلك حتى بالنسبه ليه يعني كتحسيه بانه هداف بالفطره وما كتكونش عنده ديك الهيبه اللي قدام المرمى لان طبعا المرمى عندها واحد الهيبه ديالها لكن هو ما عندوش ديك العقده ما عندوش ديك المشكل واخا كاين كما قلت نصيري وبوطيب ولكن كنشوف اللي الحمد لله احسن بهم واخا نصير دار مزيان مع ليغانيس الفرقه ديالو لي دابا تشهر بجوج تاد ديالو كيطلع مزيان خير بالراس دابا برجلي لعب وبطيب اللي كان المستوى ديالو في شهد بدوب كان انتقل الزمالك من شوي والروم بلاصو كاين بزاف واحد اذا بالنسبه للاحتياط مثلا شكون اللي ممكن الاحتياط كان بزاف جوار يعني كاين الخير كما نقول بدا في لي غارديان كان محمدي وكاين تكناوتي تكناوتي دار مسار مهم وخصنا نوهو به وتبارك الله عنده واحد المؤهلات مقنعه بزاف وخاصة مؤخرا يعني في ابطال افريقيا يعني برز تكناوتي كشخصيه الشخصيه ديالو يعني شفنا كيفاش كان كيدبر هذاك الخلاف هذاك الاشكال اللي كان واقع في الترجي كيفاش كان واقف يعني برز الشخصيه ديالو هذه مساله مهمه ديال الحضور الشخصي وكان في الدفاع كان عبد الحميد ما عرفش الاسم ديالو ولكن دار حتى هو عام رائع موسم رائع مع الفرقه ديالو اللي لعب كاع لي ماتش لعبهم ودار فيهم اداء زين يعني مخير انا ذاك اللاعب نسميه قلب الاسد اللي نتمنى انه ينسجم مع العناصر ديال الفريق الوطني باش يمكن يستافدوا من الخدمات ديالو وسط الميدان فوسط الميدان كاين فيصل فجر نعم وكاين بوربيعة وكاين ايس الناصر وكاين بوصوف واسامه الادريسي قد تفوت في الاطاك بلاصه بوفال فيصل فجر ما هضرناش عليه اللي كان الكابيتان ديالو للفرقه ديالو انتقل لها غير انتقل لهذا الكابيتان اللي فرض الوجود ديالو ودار عام زين اللي تميز بضربة الحرة بليتير ديالو ولي باس يعني دار موسم زين اللي تهو في عقل يستحق الرسمية ولكن لا هو فجر في علم إلا كان في احتياط مش هذا التقليل منه هذا راه كيعطي واحد الارتياح هو باللاعب اللي كيعطي الارتياح للناخب الوطني
كاين الاحتياط كيلعب وكيعرف بان عندي احتياط عندي واحد العناصر اللي نعول عليها في واحد الاوقات حرجه. وكاين يوسف النصيري ومطيب واسامه الادريس. اسامه الادريس اللي ما هضرناش عليه بزاف انه لاعب مهاري عنده اللي يدير مزيان تاليتير كيعطي الحلول لكاع صحابه كيدير الفارق في لي ماتش ديالو مع الفرقه ديالو اللي كنشوف يقدر يكون احسن بديل بوفان. مزيان. اذا كما كنشوفوا حنا بالنسبه للفرق الوطنيه الحمد لله كاين عناصر جيده اللي كتلعب في بطولات كبيره وفرض الوجود ديالها وكتميز بواحد مستوى تقني هائل وكذلك بواحد النضج بواحد الحضور الذهني. كتبقى ظروف ديال التدريب كيفاش داير. نتمنى ان اللاعبين ما يتصابوش لان هذا اشكال ولا هذا هاجس عند الناخب الوطني خاصه في المقابلتين الحبيتين اللي غادي يجيهم المنتخب المغربي. ونتمنى على انه يكونوا حاضرين خاصه ذهنيا لانه هذه المقابلات كنعرفوا بانه هذه كاس افريقيا تقدر تكون فيها استفزازات تقدر تكون فيها مشاكل خاص الانسان يعرف كيفاش يضبط الاعصاب ديالو وكيفاش يدبر الامور ديالو. ونتمنى ما تكونش شي حالات اللي تخربق الحسابات لان في مقابله معينه ملي كتضطر الاعصاب كيمكن شي واحد يدير شي تصرف ماشي مزيان ويخرجوا على اللاعب وياخذ الحمراء. وكنتمنى بدا الصطاف يدير الخدمه ديالو خصوصا المعيد البدني خصو يدير خدمته ويوجدهم بدنيا وتا الصطاف كامل يوجدهم نفسيا. ونتمنى لهم غير خير وبون كوراج عندهم فرقه واعره واعره اللي يقدروا يديو بها لاقاش راهم داروا كاس عنا مزيان واخا ظلموا شويه بسوفار ولكن كانوا يستحقوا يدوزوا. نتمنوا لهم يديو لاكوب ان شاء الله. اذا نتمنوا الاجواء ديال الكان 2019 مصر تكون جيده ويكون التنظيم جيد وخص اللعابه ما يدخلوا رقعه الملعب ما يديوها حتى في شي حاجه ما يديوها لا في حكام ما يديوها لا في خصم يعرفوا يركزوا على المقابله. اذا شكرا لاعب بدر بن دحى ويعطيك الصحه تبارك الله عليك. وايها المشاهدون شكرا على اهتمامكم والى فرصه اخرى ان شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناه ومن ثم تفعيل الجرس وايضا ادعمنا باللايك.